تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي، وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ما ورد في بيان مجلس النواب بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مناشدا الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار لم يكن متداخلا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه سيتم رفع ما لم يرد أو لم يكتمل بمشروع القانون من توصيات الحوار للرئيس السيسي ليتخذ ما يراه. We'll be right back.